أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بوتين شخصيا يهتم للنووي في الجزائر، واتصالاته مباشرة مع قادة الجزائر بخصوص هذا المشروع. هذا المشروع اليوم أصبح استراتيجيا لسبب رئيس منطلق من تطوير المشروع المصري من 4 مفاعلات إلى 8 مفاعلات، وهذا تطور لا بد من تغطيته في القارة، خصوصا إن كان برنامج موازن في الثقل والبعد الجيوسياسي، لأن مصر والجزائر في شمال أفريقيا وتواجد مشروعين نوويين في القارة هذا يدعم بشكل كبير جدا التواجد الروسي من جهة، ثانيا أن هذا يعطي أملا لما قاله رئيس بوركينا فاسو بأن النووي يريد محطة نووية في بلاده لحل مشكل الطاقة. إذن هناك دول الساحل التي ترى على الأقل بأن وصول روسية ونووي روسيا إلى الجزائر هو الخطوة السابقة للوصول إلى هذه المناطق، وخصوصا في بوركينا فاسو. إذن مشروع النووي الجزائري يخدم من جهتين: تثبيت ما أراده المصري بخصوص نقل 4 مفاعلات إلى 8 مفاعلات، وثانيا محاولة الوصول إلى الإجابة عن نووي الساحل ما بعد نووي الجزائر، لأن كل هذا يساهم في إعطاء المناخ الأفريقي لجعل النووي في أفريقيا جزءا لا يتجزأ من قوة القارة أولا، وتقوية الطاقة، وأهم من كل ذا وذاك محاولة وضع العالم تحت عتبة التعددية القطبية. كل هذا يخدم بشكل مباشر هذه الرؤية التي لا يريد من خلالها الغربي سوى المزيد من الدعم والتوجيه بالنسبة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من 15 مركزا، وهذه المراكز هي بالأساس موجهة نحو اليوم عطاء دولي. هذا العطاء الدولي ما بين الصينيين، والمخابرات الفرنسية لا تريد أن تركز إلا على هذه النقطة، أي أن الصفقة وهي صفقة كبرى، هذه الصفقة أو الميجا صفقة موجهة أساسا للصين، وقبل نوفمبر يجب أن يحسم الجزائريون هذه النقطة. إذن أمامنا مشروع ب2000 ميجاوات انطلاقا من مراكز شمسية، من مراكز للطاقة الشمسية، وهناك مشروع آخر، مشروع نووي، الكل يدخل ضمن ما يسمى بالطاقة النظيفة، وهذه الطاقة النظيفة إما مسايرة للأجواء البيئية أو على الأقل محترمة للشروط البيئية، وهناك الطاقة النظيفة ولها هذا البعد النووي المعروف. إذن أمامنا هذا الصراع اليوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدرجة التي يرى فيها الأمريكيون وبتوصية من الرئيس ماكرون بالاتصال مباشرة بين بايدن وما بين الرئيس الجزائري، وذلك لإعطاء الثقل، لأن الرئيس لديه ثقل القرار، وقد يحسم هذا التوجه ما بين النووي الذي كان نصيرا له في موسكو، وما بين هذا المشروع لـ2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وما بين المشروعين الآن، هذا الذي يدعمه بشكل كبير الآن بايدن والإدارة الأمريكية، وحاليا يطالب ماكرون بتدخل بايدن من أجل تعزيز هذه الصفقة، وهذه الصفقة لا يجب بأي حال أن تكون للصينيين حسب الأمريكيين، لكن ماكرون يريد
أن تكون شركة أو مجموعة شركات صينية هي التي تقوم بهذه العملية، وهذا يخدم تماما التعاون الصيني الفرنسي. فهو يريد من الأمريكيين فقط حسم الرهان ما بين النووي كما وقع عليه تبون في موسكو، وما بين المشروع الشمسي، مشروع سونيرغاز. ومهم جدا بالنسبة للقراءة الاستخبارية الفرنسية، فإن أمر تشاينا باور حسمت بشكل كامل لأنها ستكون لها مثل هذه الصفقة لسبب رئيس، لأن هذه الشركة هي التي في صربيا وأيضا في مقدونيا كما ترونها أمامكم. فكل ما يتعلق بالطاقة في صربيا مقدونيا أو في هذه الدول الحليفة لروسيا نجد تشاينا باور هي التي تقود هذه العملية. إذن أمامنا هذا الامتياز بأنها هي الأقدر على مثل هذه المشاريع. إذن أولا الدعم الروسي لهذه الشركة. إذن باور تشاينا، والمعلوم أن المخابرات، موقع المخابرات الخارجية الفرنسية أو الموقع القريب منها لنكون أدق بالنسبة لأفريكان انتليجنس، فهي ترى أن الشركات الصينية هي الأقدر اليوم على متابعة هذه الصفقة وعلى أيضا ربحها. وبالتالي فإن مسألة الصين، يحاول ماكرون من جهته أن يثبت الشراكة الصينية الفرنسية من جهة، ومن جهة ثانية يرغب في أن يكون للصين مثل هذا الدور بعيدا عن روسيا، وأيضا بالنسبة للأمريكي يريد ذلك. لذلك فهناك دفع كامل لجعل الصين هي التي ستربح هذه الصفقة عبر باور تشاينا. إذن لدينا هذه الشركة هي الأولى والمدعومة الآن من الإعلام الغربي، فيما يريد ماكرون أن يكون الاتصال ما بين بايدن وما بين تبون لجعل هذه الرؤية واقعية في نفس الآن، فستستجيب لما يريده ماكرون. وأيضا نعلم أن الفرنسيين الآن مهزومون في الساحل، فنوع من جبر خاطر ماكرون لا بد من هذا الاتصال، وقد طلبه ماكرون. ماكرون يطلب من بايدن أن يتصل بتبون من أجل إبعاد المشروع النووي الروسي عن الجزائر. إذا هذا قد يكون هو المسار الأول الذي يحاول أن يتعاون من أجله الآن الفرنسي والأمريكي، وسيستفيد منه الصيني. إذن هذه النقطة الأساسية الأولى. عندنا الشركة الثانية، هي شركة تركية أوزجون كونستركشن، أو هذه الشركة اللي نعرفها في تيزي وزو، نعرف هذه المشاريع في الجزائر. يعني هناك مشاريع كثيرة في الجزائر في مسألة التهيئة أو غيرها، وخصوصا بالنسبة للبناء، فهذه الشركة متخصصة أساسا في البناء وأيضا على صعيد الطاقة. لكن بالنسبة إليها فالتعاون المحتمل مع تركيا سيغضب أكثر الفرنسيين، ولذلك فمجرد وصول أوزجون إلى تيزي وزو كان بمثابة الصفعة في وجه المخابرات الفرنسية بامتياز، لطبيعة الإقليم وأيضا لأن تكون تركيا هناك حيث يجب أن تكون الشركة فرنسية، فهذا الذي يعطي أفقا صعبا قبوله بالنسبة لماكرون. الأطلس بالنسبة لهذه الشركة هي شركة أوكرانية، ولا يمكن أن يثير الجزائريون بوتين وبوتين على الخط. بوتين إذن يرغب في دعم المشروع النووي في مقابل المشروع الشمسي للخمسة عشر مركزا والألفي ميجاوات، وما بينهما صراع الغرب الذي يريد من تبون أن يكون حاسما في قرار الذهاب إلى الألفي ميجاوات من الطاقة الشمسية عوض الطاقة النووية كما يريدها بوتين.
إذن هذا هو الوضع الذي يسير باتجاه أول مكالمة يريدها ماكرون في هذه الظرفية لحسم أمور كثيرة، أولها استمرار الحرب على الإرهاب طبقا لأجندة السي آي إي في الساحل وبتعاون مع الجزائر، وأن تكون هذه المعركة معركة مشتركة جزائرية مع السي آي إي. وهذا يدعمه بشكل كبير جدا مدير السي آي إي في اتصاله مع رئيس الأركان الجزائري شنقريح. المسألة الثانية أن هناك رغبة في دعم خيار الجزائر بإبعاد السيناريو العسكري، ولكن المساعدة في العودة إلى النظام الدستوري، فلن نفكر في العملية العسكرية على أساس أن تكون الجزائر شريكاً في عودة هذه الأنظمة إلى ما سمي بالاستقرار الدستوري أو إلى النظام الدستوري، وهذا لن يكون لا بشأن المصالحات كما في حالة بيان الجزائر في شمال مالي واتفاق الجزائر عموماً، وأيضا بالنسبة لآخر التطورات، فكل هذا مرتبط بالجزائر. وعلى إثر هذه الصيغة فإن الأمريكي يحتاج إلى دور سياسي بخصوص المصالحات وتجميع كل الفصائل، لا على صعيد أزواد وإنما أيضا على صعيد المبادرة التي أطلقتها الجزائر بخصوص العودة إلى النظام الدستوري في كل دول الانقلاب، أي دول الساحل وخصوصا منها التحالف الذي يجمع مالي بوركينا فاسو والنيجر. وإن كان وزير الدفاع الأمريكي يرى بأن الجزائر هي القوة الحاسمة في قضية إبعاد الضربة العسكرية عن النيجر، وهذا مهم جدا، لكن في نفس الآن فإن إبعاد هذه الضربة يجعل الجزائر جزءا من المسار السياسي عودة هذه الأنظمة إلى الحالة الدستورية، ومن ثم أيضا اختصار المرحلة الانتقالية، ونحن ندرك أن المبادرة الجزائرية ليس فيها سوى 6 أشهر. هذا معناه أن الرد الذي كان في باماكو تعليق الانتخابات الرئاسية وإلى أجل غير محدد، كل هذا يجعلنا أمام صعوبات حقيقية فيما يريده الجزائري، وأيضا الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وما بين باقي الدول في الساحل. إذن أمامنا هذه النقطة. النقطة الثالثة، جيش الساحل انطلاقا من اتفاق تمن راست وبجزئه أو بروتوكوله السري. إذن كل هذا يخدم بشكل كامل أن فرنسا تبعد ورقة التدخل العسكري في مقابل الدعم المباشر الأمريكي الفرنسي للمسار الانتقالي في هذه الدول، وستكون الجزائر بالضرورة داخل نهج الدعم، وأن تكون أيضا إلى جانب العودة إلى النظام الدستوري في دول الساحل التي عرفت انقلابات. إذن هذا هو التصور الذي يوضحه ماكرون، ويطلب من بايدن الاتصال بتبون لحسم النقطتين معا، حسم نقطة إبعاد البرنامج النووي مرحليا في هذه المرحلة على وجه التحديد، لأن مثل هذا يضر بالمنطقة عموما. إذن يحاول ماكرون إقناع بايدن بمثل هذه الاتصالات مع الرئاسة الجزائرية على ضوء إبعاد البرنامج النووي. هناك ضغوط من بوتين من أجل التمسك بهذا البرنامج وجعله رديفا وتوأما للضبعة في مصر، وهذا يجعل الأمور أكثر تعقيدا، فيما يجد الجميع أن هناك رغبة أساسية صينية فرنسية أمريكية لدعم مشروع 2000 ميجاوات من مراكز الطاقة الشمسية 15،
وبالتالي فإن هذه الرؤية هي رؤية لا يجب أن تعرقل المشروع النووي كما ينظره بوتين في شمال أفريقيا ونحو الساحل. وأول من نبه إلى صعوبة نقل النووي إلى الساحل ومن ثم إلى كوت ديفوار كما طالب بها رئيس الكوت ديفوار بوتين، فإن المسار الأقرب لتحقيق هذا الطلب يمر عبر الجزائر. إذا نووي الجزائر هو الذي سيعطي إمكانية الوصول إلى نووي روسي في دول الساحل، وإن وصل النووي إلى دول الساحل فقد انتهى الغرب هناك وإلى الأبد على الأقل حسب أكثر من تعبير، لأن الأفارقة لن يقبلوا عودة فرنسا تحت أي ظرف وهم قد حققوا القوة النووية ولو كانت مدنية. إذا مثل هذا الوضع وضع يجعل من هذا الاتفاق الدفاعي، أي الاتفاق ما بين كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والنيجر أمامنا اليورانيوم وأمامنا المشروع النووي الذي يطلبه رئيس بوركينا فاسو. إذا أمام هذا الثالوث الذي قد يتحول إلى فيدرالية ساحل في المستقبل أو اتحاد فيدرالي في المستقبل، وهذا الذي سنلاحظه أمام قيادة شابة مثل التي تحكم الآن بوركينا فاسو، فإن النووي الجزائري يعد بمثابة التحرير الأساسي ونقل هذه التقنية إلى الساحل. لذلك فبوركينا فاسو تنظر إلى نووي الجزائر كأساس لأن يكون نووي في بوركينا فاسو. ولماذا تحديدا مثل هذا الضغط الذي كان إعلاميا وصرح به إعلاميا في قمة روسيا القارة الإفريقية من جهة، وأيضا الآن أمام الاتصالات التي يحاول بوتين أن تكون مع قائد بوركينا فاسو نتيجة الكاريزما التي لدى هذا القائد. وبالتالي فإن ما يجري الآن محاولة من البوركينابيين والروس كي يكون النووي الجزائري، لأنه مفتاح لنووي غرب أفريقيا ومن ثم الساحل، وأول ما في الساحل بوركينا فاسو. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.